الوطنية الكردستانية سيد أحمد الهركي. بداية مرحبا بك سيد أحمد في حصاد هذه الليلة، بعد أن كان الكرد يحسمون مرشحهم سريعا ها هم يتحولون إلى عقبة أيضا أسوة بالآخرين. ما الجديد لديكم سيد أحمد في موضوع حسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ تفضل. تحية حضرتك ومشاهدي قناة الرشيد. ألبك. يعني الكرد نعم بالفعل يعني بعد العملية السياسية عام 2005 نحن كنا دائما الوضع البيت السياسي الكردي كان التوافق، يعني كان هناك أشبه بثنائية سياسية موجودة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. في عام 2018 تغير هذا المشهد، المشهد الحالي في عام 2022 يتفق في بعض الجوانب مع ما حصل عام 2018. فيما يخص موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، الاتحاد الوطني الكردستاني جزء من الفضاء الوطني العام، هو جزء من العملية السياسية في العراق. هناك تطورات أخيرة حدثت في اليومين السابقين، تغريدة السيد مقتدى الصدر، تعليق الكتلة الصدرية لجلسة مجلس النواب، وأنا أتحدث معك الآن قبل قليل صدر من المكتب الإعلامي لحالف السيادة عن عدم مشاركته في الجلسة، لأن نحن فيما يتعلق بجلسة الغد كل المؤشرات تشير نحن أمام معضلة تحقيق النصاب القانوني بما يخص جلسة اختيار رئيس الجمهورية، لذلك الوضع السياسي الآن الصورة بهذه المشهد السياسي بهذه الصورة. والاتحاد الوطني الكردستاني لديه استعداد لاحتمالات، نحن كنا نعول على سيناريوهات كثيرة، أولا في المرحلة السابقة مرشحنا الدكتور كرم صالح كان يعول على المقبولية الوطنية الذي يحظى بها عندما كان التحالف الثلاثي الديمقراطي والصدرية وعزم والتقدم أو تحالف السيادة متماسك، أو كان هناك من يقول أنه تحالف كونكريتي، كنا نعول أنه هذا التحالف فيما يخص جزئية رئيس الجمهورية لن يبقى بنفس الصورة التي كانت موجودة في جلسة اختيار رئيس مجلس النواب في 9 كانون الثاني الماضي. ذلك الاتحاد الوطني كان مستعد، والآن أعتقد يعني لو تحدثنا بتحليل سياسي هناك أريحية لمرشح الاتحاد الوطني الثاني، هناك معطيات تغيرت، هناك ربما مشكلة موجودة حالف الثلاثي، والدليل المؤشر يعني هم تفاجؤوا بتعليق الكتلة، لكن وعلى الرغم من قرار المحكمة الاتحادية سيد أحمد بإيقاف ترشيح السيد زيباري مؤقتا، إلا أن الديمقراطي ما زال متمسكا به. هل أصبحت آمال الاتحاد ضعيفة خصوصا مع وجود تحالف قوي كما ذكرت يدعم الديمقراطي في خياراته؟ لا بالفعل، يعني الاتحاد الوطني الكردستاني كان مستعد، يعني التحالف انا يعني بس ابين لحضرتك انه انسحاب الكتله الصدريه تم بدون علم تحالف السياده والحزب الديمقراطي، يعني كان هناك عنصر المفاجاه موجود، فانا لا اعرف حضرتك يعني ان يعني كيف تعول ان هذا التحالف متماسك، يعني لو تحدثنا كتحليل سياسي كان هناك مفاجاه بقرار الكتله الصدريه في تعليق يعني في تعليق جلسه اختيار رئيس الجمهوريه وقبلها تغريده السيد الصدر، واليوم ما حدث في المحكمة الاتحادية، لذلك هذه الثلاث معطيات كلها تشكل عوامل مساعدة لفوز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. يعني لو قمنا بتحليل المشهد السياسي بصورة منطقية، لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني الآن يعني أوضاعه السياسية فيما يخص موضوع رئاسة الجمهورية جيدة جدا، وهم مستعدون لكل السيناريوهات، فقط بانتظار تطورات تخص تفاهمات سياسية. ربما هذه الفترة عدم تحقيق النصاب القانوني، نحن هنا أمام خرق للمدة الدستورية، ربما يحدث يعني هناك ليس فراغ دستوري، يعني كما تحدث أحد الأخوة في التقرير نحن أمام خرق دستوري يتعلق بالتوقيتات الدستورية. طيب. الدستور واضح في المادة 72 ثانيا باء تؤكد على استقرار رئيس الجمهورية في مهامه لحين اختيار رئيس جديد. طيب. لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني واضح انتظار ما تشهد هناك تفاهمات ربما داخل البيت الشيعي تنعكس على الخريطة السياسية في العراق، تفاهمات أخرى ربما حتى داخل البيت الكردي. طيب. هي بعيدة ولكن واضح جدا سيد أحمد، يعني الاتحاد الوطني حسب، يعني هناك من يتحدث عن أن الاتحاد الوطني حسب على الجهة التي يقف فيها الإطار، سواء يعني قصد ذلك أم لا، يعني ألا تجدون أن ذلك قد يضعف القرار لدى اليكتي أكثر، خاصة وإن الإطار غير مستعد للتنازل عن مكاسب يقاتل حتى الرمق الأخير من أجل الحصول عليها؟
لا اعتقد هذه يعني ما تشير الى حضرتك، وانا يعني الاتحاد الوطني الكردستاني على مسافه واحده من الاطار التنسيقي والكتله الصدريه، وهذا هو جزء واحد الاسباب الرئيسيه لمقاطعه جلسه اختيار رئيس مجلس النواب، هو كان حتى يتضح المشهد اكثر فيما يخص التفاهمات داخل البيت الشيعي. علاقه الاتحاد الوطني الكردستاني بالاخوه بالكتله الصدريه جيده جدا، السيد مقتدى الصدر على المستوى الشخصي علاقته جيده جدا بالدكتور برهان صالح، هناك حتى داخل تحالف السيادة يعني هناك أعضاء في تحالف تقدم وغيرهم ربما يعني أحيانا كثيرة، ونحن شاهدنا أيضا في سيناريو عام 2013 ليس بالضرورة ما اتفق عليه الكتل السياسية يكون نعم هناك سيكون هناك التزام لأغلبية الأعضاء في التصويت حسب رأي كتلهم السياسية، ولكننا شاهدنا في عام 2013 كان هناك كل المؤشرات تشير بفوز الدكتور فؤاد حسين، ولكن الكثير من اعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا دون اراده رؤساء اليوم السياسيه وفضل الدكتور برهم صالح عام 2018. لذلك هناك تشابه بين المشهد الموجود بين عام 2022 وعام 2018. طيب. لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني هناك توازن في استراتيجيته، نحن على مسافه واحده من الجميع بانتظار تفاهمات في الايام والساعات القادمه، هذه التفاهمات اي حلحله او اي تقارب بين القوى خاصه الحكومه الشيعي تنعكس بصوره ايجابيه على موضوع اختيار رئيس الجمهوريه، وهذا سيزيد من حظوظ الاتحاد الوطني. هناك شق اخر يتعلق بالتوافق داخل البيت الكردي، هذا مستبعد ولكن سياسه كل شيء وارد، ربما نشهد ساعات او الايام القادمه تغليب المصلحه القوميه للشعب الكردي وان يتفق الحزبين على احد المؤشرين. طيب. سيناريو ضعيف جدا واضح. في المرحله الماضيه سيد احمد كان الاتحاد يقدم شخصياته لتبوء أعلى المناصب، وها هو اليوم قد يكون جزءا من الثلث المعطل، هل مواقفكم غير قابلة للتغيير أم قد نشاهد يعني نوعا ما مرونة في المرحلة المقبلة أو مناورة سواء في مرشح رئاسة الجمهورية أو غيرها؟ أخي العزيز، ما حدث في 48 ساعة القادمة يعني تغريدة السيد مقتدى الصدر، تعليق الكتلة الصدرية، يعني أنا برأيي حتى لو لم يكن بصورة كلية، أنا أرى ربما إعادة تموضع للتحالفات السياسية الموجودة، يعني ربما هناك تشهد حتى تسويات داخل البيت الشيعي، يعني هذه الفترة المتعلقة ربما نحن أمام فترة فراغ، لا أقول خرق دستوري، يعني هناك توقيتات دستورية ربما سيتم تمديد موضوع جلسة اختيار رئيس الجمهورية وبالتالي تسمية الكتلة الأكبر، لذلك أنا برأيي ربما تحدث صفقة تسوية بفضل المصلحة الوطنية للشعب العراقي، تحدث هناك تفاهمات داخل البيت الشيعي، هذه التفاهمات ستقوم بحل معضلة موضوع رئيس الجمهورية، وفي الجلسة القادمة لاختيار رئيس الجمهورية، وأنا أستبعد شخصياً أن تكون يوم غد، لن يتحقق النصاب القانوني، في الجولات القادمة أو في الجولة القادمة، ربما ستكون نحن أمام باكيج واحد، يعني اختيار رئيس فور اختيار رئيس الجمهورية سيقوم فور انتهاء الجلسة بتسمية الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الوزراء العراقي، هذا كما حصل عام 2013 باللحظة التي فاز فيها الدكتور برهم صالح، قام مباشرة بتسمية لو تتذكر حضرتك الدكتور عادل عبد المهدي كرئيس الوزراء عندما تم التوافق بين كتلتين الإصلاح والبناء. ربما المشهد يتشابه في المرحلة القادمة، فقط التسميات هي التي نعم. حدثنا عبر خدمة سكايب من توكا السيد أحمد الهركي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة.